الادارات. طيب لانه هذا ما ما عندنا ينفع. وقت، احنا سالنا عن طيب عمر خربين. لاعب كبير يجب ان نستمر. الحقيقه الهلال السنه هذه هو الافضل، هو الافضل في كل شيء، وكان ينافس المفروض الاتحاد لولا ال 12 نقطة اللي طيروها من هذا. وعمر الخربين الحقيقة أنا بعدين اللي عاجبني في اللاعبين السوريين هذول الحقيقة سلوك ومستوى. يعني شوف عندك عمر السومة وعندك عمر الخربين يا أخي، مستوى جهاد الحسين وجهاد الحسين وجهاد ما شاء الله، يعني مو بس أداء فني لا، إنما حتى أخلاق، أخلاق لا فيها نعم. ف دياز يعني استمرار دياز أكيد أكيد. الهلال شو الهلال شوف الهلال يبغى له دعم محلي اكثر من اجنبي. كيف دعم محلي؟ انا اقصد اذا في عنده عناصر في غيابات المفروض يطلع من الصغار. يعني هو الان يعني زي البريك دحين طلع الموسم هذا وكان افضل لاعب في الموسم. بالضبط يعني هو بيمس الحاجه الان الى هنا الهلال الاعتماد على الفئات السنة. نعم اذا كان في عنده خلل في مركز في مركزين فالمفروض بدل العنصر الاجنبي بالعكس العنصر المحلي. ابو باسل انا اعتقد انه لغه الارقام لا تكذب، يعني الهلال قدم لنا الموسم هذا يعني صراحه سيمفونيه كرويه جميله، كان الافضل. يعني احنا دائما يعني زملائي الهلاليين عندما اقول انه الهلال تفوق هذا الموسم لبعض الهزات اللي حدثت للانديه الثلاثه الكبيره الاخرى الاهلي والنصر والاتحاد كانوا يغضبون نوعا ما. ليش؟ لانه يقول ان يعني تصادر تفوق الهلال ومكتسباته وانجازاته. لا بالعكس، الهلال قدم موسم جميل يستحق كل بطولة حققها، تأهل لربع نهائي آسيا، أيضا كان الفريق الأفضل صراحة عناصريا فنيا مستوى ثبات استقرار على الناحية الإدارية.